الخمر والمعازف من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لا يكنن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. والحر هي الفروج. لننظر اليوم إلى ما يجري في المقاهي والمقاصف وأماكن الغناء والدعارات، حتى أن هذه الأغاني دخلت إلى البيوت وفي السيارات أيضا، ونسمعها في الشارع وفي كل مكان. ملايين الأشرطة والأقراص المضغوطة تباع يوميا، وملايين الحفلات الغنائية وحفلات الرقص وحفلات الخمور كلها نراها في هذا الزمن. هذه الظاهرة لم يكن أحد يتخيلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام حدثنا عنها لتكون دليلا على صدقه في هذا العصر، والله أعلم.